السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا ولاد؟ رجعنا لكم اليوم فيديو جديد. الفيديو هذا جيب لكم طريقة كيف تنظف كيبورد ريزر بلاك ويدو كوما وتفك ازراره بدون ما تكسر الكيبورد بدون ما تسوي شيء، فما بيطول عليكم اكثر من كذا واخليكم مع الفيديو. قبل ما نفتح يا جماعة الخير، يعني قبل ما نبدأ فتح الكيبورد ووريكم الوساخة الموجودة على الكيبورد، طبعا متراكم من 4 سنوات تقريبا، من وساخة، من يعني من عرق الأصابع عندهم كرامة، من الشعر الموجود بين الكيبورد بين الأزرار يعني، ومن الخيوط ومن الملابس ومن الأشياء هذه. طبعا راح أوريكم كيف تفك الأزرار بطريقة سهلة جدا جدا جدا، سواء معك اللي يفتح الأزرار هذا يجي مع الكيبورد، إذا مو موجود معك في عندي لك الحل. لكن اوريك شيء الوسخ الموجود على الكيبورد يعني بشكل مقزز، يعني عذر عن الشكل ذاك، الشكل لله يعني العمر. طيب اول شيء نحتاجه احنا معنا اللي هو المسطره عاديه تكون البلاستيك، تروح تسوي فيها تحاول تدخلها بين الازرار، تدخلها تحت وتسحبها على فوق، ينفك الزر معك على طول، يعني فكه سهل جدا 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 ودون ما تكسر بدون شيء. وهذا صور من الكيبورد، بعد اوريكم كيف الوساخ بعد ما سحبت النور عليه. يعني شكلي يا اخي مو معقول صراحه، يعني انا راح اوريكم كيف يصير شكله بعد ما ينتهي الفيديو، تنصدمون زي ما انصدمت انا. طبعا غير مكلفه ابدا، حركه مجانيه، اللي تحتاجه صابون والمسطره وبس، هذا اللي تحتاجه. طبعا هذا شكل الكيبورد بعد ما تفك كل الازرار، لكن قبل ما تفك الازرار لازم تصور الصوره بالجوال عشان تعرفون تركبها مره ثانيه. طبعا تحطون زي السطل هذا وتحط فيه مويه، وتجيب لك منديل عادي تحط فيه شويه عطر وتحاول تمسح على الكيبورد. ليش تحط عطر؟ عشان اي وسخ موجود على نفس الفريم حق الكيبورد يطلع معك على طول. وحط معه شويه مويه اكيد، يعني عشان ما يلزق ويخرب عليك البلاستيك نفسه. انا اوريكم شكله كيف انتهيت الحين ان شاء الله. تنظف تنظيف على السريع، لان في تنظيف ثاني تحتاج مكنسه نسيت اقول لكم. وحاول انك تطلع الدنيا الموجوده بالكيبورد هذه. هذه الازرار طبعا حطيتها انا زي السطل، وفتحت عليهم الماء وحرك وحرك وقلب وحرك حرك، بس ما تحتاج تنظفها زرزر، بس الموجود عليها من مثلا من وسخ وقديم وغبار هذا راح يطلع على طول بالغسل الصابون هذا، بس انك تحتاج تسوي فيها زي ما سوينا بالفيديو لمده 2 دقائق الى 4 دقائق وامورك زي الحلاوه. طيب بعد ما تخلص طلعت على الازرار حطيتها بالعلبه هذه، وهذا عندك هو الكيبورد، اضربه في المكنسه ضرب يعني ضرب. ما علينا، حاول انك تنظفه يعني كويس بشكل كويس، وتدخله بين الازرار عشان يسحب الشعر الموجود او الخيوط او الوسخ اللي هو من غبار وذا. طب راح تلاحظ فرق ضغط الازرار بعد ما تخلص صراحه، يعني يطلع عندك الزر خفيف مره، يعني اللي يسمونه سموث، راح قبل كانه يتلزق الاشياء هذه كلها تروح، لان انا تقريبا قعدت 4 سنوات تقريبا او 4 سنوات او قريب من 5 سنوات ما نظفت الكيبورد نهائيا بشكل يعني مرة ما نظفته. طيب هذا بعد شكله بعد ما نظفناه يا جماعة الخير، شوف كيف شكله بعد، وارجعوا الصورة السابقة وبوريكم محط كم صورة مقارنة الحين. طبعا اخذ مني تقريبا ساعة كاملة تنظيف، هذا شوف شكله هو نظيف، هذا شكله شوف شكله سابقا يعني. هذا بعد التنظيف شوف كيف، يعني شيء مظبوط. هذا شكل الكيبورد قبل ما نظفه بالكامل، وهذا الشكل حقه الأخير. طيب يا جماعة الخير هذا الفيديو عندنا، يعطيكم ألف عافية على المشاهدة، لا تنسون تسوون لايك سبسكرايب وشير لقناتنا، يعطيكم ألف عافية يا جماعة الخير على الدعم، ما قصرتوا. كل اللي نحتاجه منكم يا جماعة الخير انك تسوي لايك وتنشر المقطع لأخوياك، اللي أي واحد عنده بي سي أو عنده كيبورد ميكانيكي ترى يستفيد من الشيء هذا، تراك تخدمه بشكل رهيب. ولا بيطول المقطع، هو طويل يا جماعة الخير. يعطيكم ألف عافية للمشاهدة، لكل شخص وصل هنا يعطيك ألف عافية. ما بيطول عليك أكثر من كذا ولا أطول عليهم، سواء نظرت أو ما نظرت يعني. كان معكم باسل من قناة هيسوكا، السلام عليكم.